شوشه. دي اغنيه بتتكلم عن الرزق يعني بشكل عام، بتتكلم عن الرزق ان هو يعني انت مهما هتجري ومهما هتعمل هو في الاخر رزقك هو اللي هيجي لك. جيت يمين بقى جيت شمال مكتوب لك هيجي لك رزق في وقت الفلاني، فان ما تقعدش تجهد نفسك وانت ركز بس واعمل اللي عليك وفي الاخر هيجي لك الفكره. في ناس افتكرتها اغنيه عن الكوره، تمام، هي مالهاش اي علاقه بال يعني اما تركزي في الكلام هي مالهاش اي علاقه بالكوره. اللي كانت يوم حبيبتي وكان بيننا دبلتين، كان منايا في يوم اشوفهم في الشمال مش في اليمين، بس عدت بينا فتره قلنا نبعد لو يومين، خطوه ترجع بينا خطوه وفجاه فاتوا ثلاث سنين. وما بالصدفه تقابلنا والعينين جت في العينين، قلت لازم اقول بحبها قبل ما انطق كلمتين، عيني شافت غصب عني اللي حاولت تخفي عني، دبلة كانت حضنة ايدي في الشمال مش في اليمين. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org